أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الزراعة. اليوم نتعلم أو نحكي أو ناخذ معلومات عن نبات البندورة أو الطماطم. هذا النبات أول شيء بينزرع من البذور، أنا زرعته من البذور. ممكن كمان ناخذ بس كبر النبات هقلة أو عقلة، نزرعها نحطها بالماء فترة بتشرش أو بيطلع جذور، بعدين بنزرعها بالتراب. هلا مثل ما لكم شايفين هون انا على السطح حطيت خشب وحطيت شوية تراب، بعدين صرت ضف لهم كل شيء بيطلع عندي، انواع كل شيء خضرة من قطعة خيار جزر، كمان اذا في قشور موز قشور من الحمضيات فيكم تضيف. هلا هذا النبات مثل ما قلت لكم ممكن انه نزرعه من العقلة او ممكن مثل ما انا عملت من البذور، يعني جبت بذور وحطيتها بالتراب صرت اسقيها هيك لحتى بلشت تكبر. هلا نحن في عنا لما بيكون الغصن صغير، يعني هلا مثل هذا مثلا اول ما يبلش يطلع له من تحت زهر، فنحن رح نضطر نقيم الزهر مثل هاي لحتى اغصان النبات لازم نتخلص من الزهر لحتى اغصان النبات تنمو لفوق وتقوى. هلا مثل هاي الزهره، شوفوا هذا الغصن هلا عنا صار كبير وبلش من فوق هلا يزهر. بقى هاي الزهرات بنتركهم، هدول ما في داعي بقى انه نتخلص منهم لانه هلا اللي حيبلش من هون الزهر. شايفين هون في اكثر من زهرة أو وردة للطماطم أو البندورة، رح نخليها. وكل يوم بدنا نعمل جولة، كل يوم كمان بدنا نعمل جولة على هدول الأغصان. وأي غصن إضافي أو فرعي، يعني مثلا هلا مثل هذا طالع على أطراف الأغصان الأساسية أو هاد، فلحنا رح نقيمه هاد لحتى كمان النبات ينمو لفوق ويزهر ويعطينا إنتاج من الطماطم يكون كبير. شايفين المنظر ما احلى. هلا انا هون تقريبا ها بتطلعوا كمان هيك في هذا هون كمان في عندي هذا الغصن صغير، كمان في عليه كمان هون في عندي طالع زهر، فانا رح اقيمه. طبعا الواحد ما بيكون مبسوط وقت بيقيم الزهرات بس مضطرين نعمل هيك، وهي النتيجة كتير بتحسن من إنتاج الطماطم. طبعا الطماطم بتنزرع فصل الصيف وبتحتاج لسقاية مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل إذا كانت معرضة يعني مباشرة لأشعة الشمس. هلا أنا هون بسقيها مرتين بالليل والصبح بكير حتى النبات ياخد حاجته من الماء. مثل ما لكم يعني هيك ملاحظين إنه الانتاج هيك كبير ما شاء الله، يعني رح يكون هالزراعة بإذن الله. انه وفي عندي هون كمان هاي البقلة كمان هون طالعة بالفي تبع الطماطم. بالإضافة هون في عندي البصل، في هون كمان غصن صغير من الطماطم بين البصل. الزهر أو الورد تبع الطماطم بتخلوه بالتراب. رح نستنى هلا المزيد من الزهر نرجع نصور المراحل الثانية من هالزراعة تبع الطماطم. هاي الأغصان تبع البندورة أو الطماطم. في كمان من كل الأطراف زهر وبندورة.
كتير حلوين. وهلأ بعد فترة في عنا إزهار فوق، كمان ليكو الطماطم ما شاء الله. كتير منظرهم حلو. هون لسه صغار. هلا انا كل فترة عم بطلع شوف اذا في يعني افرع ما منيحة عم شيلها وحطها. اذا طلع لها الافرع وهي محطوطة بالماء جذور رح ارجع ازرعها وصوركم اياها. طبعا انا حطيت هون دعائم خشب مثل هاي مشان حطيت انا دعائم خشبيه لحتى الهواء ما يكسر الاغصان باستكبار. اي خشب عندكم او ممكن تعملوا ربطه من هاي باي خيط. هذا الفرع اللي كان صغير ليكو كبير. طبعا انا ما رح اقدر اعمل مثل المهندسين بس ماشي الحال كبدايه. ممكن انتم كمان تعملوا مثلي. طبعا الاوراق الصفراء اللي مثل هاي المفروض نحنا كمان نتخلص منها. وهلأ بعد مرور 20 يوم البندورة أو الطماطم كبرت لسه عم يطلع حبات صغيرة. وهلأ هدول بلش يتغير لونهم لهيك كل الأفرع اللي تحت تبع الأغصان بدي هلأ هدول كلهم بدي قصهم لحتى تقوى من فوق. انا عملت لهم دعائم من الخشب لهدول العصايات. هلا بصوركم اياهم كمان من الاتجاه الثاني. ما شاء الله حملوا كتير فيهم كتير حبات من الطماطم. لسه من فوق عم يطلعوا زهر. كمان في طماطم صغيرة كل ما بيطول برجع بربط على هاي العصاية اللي حطيتها. شوفوا هون كمان في زهر. هذا الفرع اللي كان صغير كمان
زهر من تحت قمة الزهر، هلا باقي من فوق. بعد اليوم في رياح، بالنسبة لهذا شوفوه من تحت، هذا الفرع في هون عليه طماطم تغير لونه، يعني بأيام بس انه لحتى يصير لونه احمر. فنحن لازم نقطع الاغصان الفرعية يلي تحت سكينة او بمقص لان هدول الاغصان عاد لهم فائدة. ومنكرر هالشي هذا بكل الأفرو أو الأغصان يلي عندنا. هذا الفرع ممكن تحطوه بالمي ويطلع له جذور ترجعوا بتزرعوه، بس بالأول كل الافرو هدول ونخلي بس القمة تبع الغصن يلي بينمو فيها. شايفين؟ وممكن كمان نقطع شقفة من فوق هيك، بنحطه هلا بالمي بننتظر حتى يطلع له جذور ونرجع بنزرع. شوفوا كيف ما فيه أفرع جانبية، من فوق شوفوا طالع له زهر رح يرجع يعطي نبات جديد من الطماطم. هلأ باقي بس ننتظر حتى يصير كملت انا الشغل. وكل الاغصان اللي تحت حبات الطماطم او البندورة انا قصيتهم. لحتى الفرع ينمو من فوق. وهذا الشيء ضروري. وبظن كمان اذا ما انتو قصيتوه هن اللي حيبسوا لحالهم. يعني حتضطروا انتو بالنهاية انه تقصوهم. لان اكيد هدول مو مفيدين ورح يضعفوا النبات. طبعا كل الاغصان اللي قصيتها حطيتها بالتربه. كبروا حبات الطماطم هلا باقي يحمروا. هلا رح تتفاجئوا في بعض البندورات او الطماطم احمروا. شوفوا هالمنظر ما احلاه. هلا انا رح اقطع الطماطم الحمراء
نحطها بصحن ورجيكم اياها، ومننتظر لحتى يحمروا باقي الطماطم او البندورة. وكل ما بتحمر وحدة رح نقطعها وناكلها، ونشوف عن جد انه طعم الطماطم اللي على السطح اطيب ولا مثل تبع السوق. هلا منشوف. هلا رح اقطع هاي، رح اقطع لينقطعوا من دون سكينة بزوم. نغسلهم ونذوق الطعمة تبعه. رح كفي الباقي. هلا رح نقطع الطماطم وندوقها. طبعا اذا فيها مثل هدول فنحن رح نقشرها بالاول. فعلا نقاسية مثل تبع السوق. فيها مثل ما لكم ملاحظين فيها بذور كتير. هلأ باقي ندوق طعمتها. أكثر من رائع. فعلا طيب كتير. حتى شوفوا المنظر تبع عميل ما عن جد انها حامضة وطيبة. بتمنى تزرعوا منها وتجربوها. رح قلكن هلا اذا عجبكن الشرح والتصوير. طبعا انا اخذ معي وقت طويل لحتى صورت لكم كل المراحل. بتمنى تقدروا تعبي وتعملوا لي لايك، تكتبوا لي تعليقات تحت الفيديو، وتزوروا موقع المحترفة والخياطة السريعة، تفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. وشكرا لكم وإلى اللقاء.